بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 89. على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات وهي قوله تعالى حافظوا على الصلوات إلى قوله تعالى لعلكم تعقلون، هذه الآيات لا تزال في سياق واحد، وهي في أحكام المطلقات والعدد، ولكن الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية حافظوا على الصلوات بين هذه الآيات، والحكمة في ذلك والله أعلم من أجل أن هذه الأحكام الشرعية تحتاج إلى تنفيذ وعمل، والإنسان بضعفه قد لا يستطيع أو لا يكمل هذه الأحكام الشرعية، فالصلاة تعينه على القيام بما أوجب الله عليه. الصلاة لها مزية تعين المسلم على مهام حياته العاجلة والآجلة، ولهذا قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالقيام بهذه المهام العظيمة والأحكام الشرعية يحتاج إلى صبر وعدم ملل، ويحتاج إلى الصلاة ليعينه الله عليها على القيام بهذه الأمور وغيرها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني إذا اشتد به أمر من الأمور، فزع إلى الصلاة وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة ليستريح بها من عناء المشاق التي تعترضه صلى الله عليه وسلم. الصلاة فيها عون للمسلم على مهام حياته إذا حافظ عليها، والصلاة أيضا تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال جل وعلا أتل ما أوحي إليك من كتاب ربي واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فتلاوة الكتاب والعمل به، تعليمه للناس، هذه مهام عظيمة. الله جعل الصلاة تعين المسلم على القيام وتسهل عليه فعل الطاعات وتجنبه المنكرات والفواحش، فهي صلاة عظيمة لأنها صلة بين العبد وبين ربه عز وجل. ولحاجة المسلم إلى هذه الصلوات كررها الله في اليوم والليلة 5 مرات، لأن المسلم
بحاجة إليها. وأيضا هذه الصلوات يكفر الله بها السيئات، والإنسان عرضة للأخطاء والذنوب والسيئات، فيتطهر بهذه الصلوات يوميا 5 مرات. ولهذا قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. دائما الصبر والصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كنهر جار على باب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات فلا يبقى من درنه شيء، يعني لا يبقى من وسخه شيء، لأن اللي يغتسل في اليوم والليلة 5 مرات لا يبقى على جسمه وسخ. فكذلك الصلوات الذي يحافظ عليها لا يبقى عنده سيئات، يكفر الله بها سيئاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس لا تكفر الكبائر، الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، أما الصغائر الذنوب فإنها تكفر، تكفر بمكفرات كثيرة أعظمها الصلوات الخمس. ولهذا قال: حافظوا على الصلوات. وقال جل وعلا في آية أخرى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال جل وعلا في أوصاف المؤمنين: والذين هم على صلاتهم دائمون، مداومة، ما هو بيحافظ على الصلاة في سنة أو في شهر أو في أيام ثم يضيعها، لا، دائم، لما يموت وهو يحافظ على الصلاة. ولهذا لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة جعل يقاسي ويعاني من سكرات الموت، كان يوصي أمته بالصلاة، أيقول: عباد الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى ثقل لسانه بها، فهي آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من هذه الدنيا. وإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كان للصلاة عندك مقدار ومنزلة فالإسلام أيضا له عندك ميزان ومقدار. أما إذا تهاونت بالصلاة وتساهلت بها فتساهلك بالإسلام من باب أولى. وهذه الصلوات هي الفارقة بين المسلم والكافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، رواه مسلم في صحيح، وروى أهل السنن والإمام أحمد رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بين المسلمين وبين الكفار الصلاة، الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر. فالذي يدعي الإسلام ولا يصلي هذا ليس بمسلم، لأن الصلاة عمود الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهل هناك بيت يقوم على غير عمود؟ لا، ما تقوم البيوت والسقوف إلا على أعمدة. كذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. حافظوا على الصلوات، يعني الصلوات الخمس. والصلاة الوسطى، هذا عطف خاص على عام، لأن الصلاة الوسطى داخلة في قوله تعالى: حافظوا على الصلاة، لكن عطفها
ليؤكدها، ليؤكد اهتماما بها، لما للصلاة الوسطى من الفضل العظيم. وما هي الصلاة الوسطى هذه التي أوصى الله بها خصوصا بعد الوصية بالصلوات عموما؟ ما هي؟ القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. انشغل صلى الله عليه وسلم بالقتال إلى أن غربت الشمس ولم يصلوا العصر، فقال: شغلونا، حشأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فدل على أنها هي الصلاة الوسطى. صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى، صلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى، وذلك لأن صلاة العصر وصلاة الفجر، قال الله جل وعلا في صلاة الفجر أيضا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هو صلاة الفجر، سميت قرآنا لأنها تطول فيها قراءة القرآن. قوله كان مشهودا يعني تحضره الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة الذين يتعاقبون فينا لإحصاء أعمالنا، فحفظة ينزلون بالليل وحفظة ينزلون بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة يجتمعون في هاتين الصلاتين ويحضرونهما مع المسلمين، ويسألهم الله جل وعلا إذا صعدوا إلى إليه سبحانه: كيف تركتم عبادي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن يريد أن يستشهد الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: جئناهم وهم يصلون، يعني صلاة الفجر، وتركناهم وهم يصلون. فلذلك سميت صلاة العصر بالصلاة الوسطى، وهذا مما يدل على فضلها. ومعنى حافظوا، حافظوا على الصلوات. ما هي المحافظة؟ المحافظة ضد الإضاعة، فالذي لا يحافظ على الصلوات مضيع لها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل صالحا. فيقابل المحافظة على الصلاة، على الصلوات، إضاعتها. فالإنسان لا يخلو، إما أن يكون محافظا على الصلوات، وإما أن يكون مضيعا لها. حافظوا على الصلوات، والمراد المحافظة على مواقيتها، بأن تؤدى في مواقيتها. ما هو المقصود أنك تصلي فقط، أنك تصلي على كيفك في أي وقت وفي أي صفة، لا، المقصود أن تصلي كما أمرك الله جل وعلا، أن تؤدي الصلاة كما أمرك الله. والله أمر أن تؤدى الصلوات في مواقيتها، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر لا تقبل منه، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها، وإنما صلى صلاة مخالفة لما أمر الله به. فالذي يخرجها عن وقتها من غير عذر، ينام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا يصلي إلا الضحى، هذا لا تقبل منه صلاته. وكذلك الذي ينام عن صلاة العصر، لأن بعض الناس الآن لما جاء الدوام الوظيفي أو التجارة أو غير ذلك يشتغلون إلى أن يقرب وقت العصر، ثم يأتون إلى بيوتهم ويأكلون ويشربون ثم ينامون ويتركون صلاة العصر، ولا يصلونها إلا بعد غروب الشمس. بل إن بعض الناس بلغ به الأمر إلى أنه يسهر الليل على الفضائيات وعلى القيل والقال والضحك، ثم ينام جميع النهار
لا يصلي لا الفجر ولا الظهر ولا العصر، ويقوم بعد المغرب، يقوم بعد المغرب فيصلي الصلوات بعد المغرب، هذا لا تقبل منه صلوات لأنه لم يصلي كما أمر الله عز وجل، وإنما صلى على حسب هواه، الصلاة لا تقبل إلا في وقتها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، ما فيه أفضل من الصلاة لوقتها. فالذي يريد أن يؤدي الصلاة ويحافظ عليها يؤديها في أوقاتها ولا ينشغل عنها لا بنوم ولا بغيره. وكذلك من المحافظة على الصلوات أن تؤدى في الجماعة في المساجد، أن تؤدى جماعة في بيوت الله عز وجل، ولا يؤديها الإنسان في بيته أو في متجره أو في سوقه. لماذا بنيت المساجد؟ قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فتؤدى الصلوات في المساجد مع المسلمين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. فالذي يقوى على الصلاة بالمسجد لا يسعه أن يصلي في غيره، ولا يسعه أن يصلي منفردا ويترك الجماعة. فهنا أمران، الأمر الأول الجماعة، الأمر الثاني المسجد. لماذا بنيت المساجد وأنفق عليها ورتب عليها الوظائف الأئمة والمؤذنين والفراشين وصرفت فيها الأموال إلا لأجل أن تكون بيوت عبادة وصلاة وذكر لله وطلب علم، بيوت النور وبيوت العبادة وبيوت مجتمع الناس المسلمين والملائكة، هي بيوت الله عز وجل، والذي يتردد عليها تكتب له خطواته ذهابا وإيابا، كل درجة يرفعه الله بها، كل خطوة يمشيها يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، كل خطوة فيها حسنة وفيها محو خطيئة. المشي إلى وقال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. فمن أهم المحافظة على الصلاة أداؤها في المسجد مع الجماعة، وألا ينفرد الإنسان عن الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي ينفرد عن الجماعة بالشاة التي تنفرد عن الراعي، يأكلها الذئب، الشاة إذا انفردت عن الراعي وعن الغنم أكلها الذئب، وذئب الإنسان هو الشيطان، فإذا انفرد عن الجماعة فإن الشيطان يتسلط عليه، هو ذئب الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، هذا مثال ضربه صلى الله عليه وسلم. ومن المحافظة على الصلاة أن تؤدى كما أمر الله بشروطها وأركانها وواجباتها وما استطاع من سننها، وهذا يستدعي من المسلم أن يتعلم أحكام الصلاة وأن يتفقه فيها حتى يؤديها على الوجه المطلوب. أما إذا كان يجهل أحكام الصلاة أحري أن لا يؤديها على الوجه المطلوب بأركانها بشروطها أولا وبأركانها وواجباتها وسننها. هذه هي المحافظة على الصلاة، أن تؤدى على الكيفية التي كان يؤديها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا
كما رأيتموني أصلي. هذا خطاب لأصحابه الذين شاهدوا صلاته صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لنا أيضا، لأن صحابته رضي الله عنهم رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوها كاملة بأحاديث صحيحة، إذا قرأتها كأنك تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فتصلي على طبق الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا يستدعي الاهتمام والتعلم، تفقه في دين الله عز وجل. الصلاة ليست كغيرها من العبادات، خصها الله بأحكام، أولا الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة، فلا تقبل صلاة من لم يتطهر من الحدث ولم يتطهر من النجاسة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطهارة مفتاح الصلاة، وكذلك الله جل وعلا خصها بستر العورة، ما يصلي الإنسان وعورته مكشوفة، لا تصح صلاته مع القدرة. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، والمراد بالزينة هنا ستر العورة وما زاد عليها من التجمل، فإنه من الزينة التي أمر الله جل وعلا بها ستر العورة. وكما قلنا أيضا من خصائصها الجماعة، جماعة يؤديها مع الجماعة ويؤديها في وقتها كما سبق. هذه هي المحافظة على الصلاة، ليس المراد صلاة شكلية على هوى الإنسان متى ما بغى يصلي، بل على ما أمر الله به، وإلا لم تكن صلاته صحيحة ولا يقبل منه. هذا معنى حافظوا على الصلوات، يعني أدوها كما أمركم الله سبحانه وتعالى وكما شرع لكم نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من المحافظة على الصلاة الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة، والخشوع هو حضور القلب في الصلاة، وإجلال الله جل وعلا وتعظيمه، لأنك واقف بين يديه تخاطبه وتدعوه وتقرأ كلامه. استحضر أنك واقف بين يدي الله جل وعلا، فإذا استحضرت ذلك خشع قلبك وسكنت جوارحك. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الصلاة كبيرة على الكسالى وعلى الذين لا يعرفون قدرها، ثقيلة عليهم جدا، أثقل ما عليهم الصلاة، كأنهم في حبس إذا دخلوا فيها، ولذلك ينقرونها نقرا أو يسابقون الإمام إذا كانوا مع جماعة، يسابقون الإمام، وإن صلى وحده ينقرها نقر الغراب، لأن ما عنده خشوع ولا يتذوق طعم الصلاة. ولهذا قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشع تخف عليه الصلاة ويتلذذ بها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا هي الصلاة، لما يجد فيها من راحة قلبه واتصاله بربه وحضوره بين يدي ربه عز وجل. ولهذا قال: قوموا لله قانتين، يعني خاشعين. فالقنوت له عدة معاني، يطلق القنوت ويراد به المداومة على الطاعة، المداومة على الطاعة، ويراد به الخشوع في الصلاة، ويراد به طول القيام في الصلاة،
أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالقنوت له عدة معاني، والمراد هنا والله أعلم به الخشوع، قوموا لله قانتين يعني خاشعين مقبلين على الله عز وجل، لأن الله جل وعلا كما صح في الحديث الله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه المصلي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي حمدني أثنى علي مجدني، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني لعبدي ما سأل، لأن آخرها دعاء مسألة وأولها دعاء عبادة. فالفاتحة كلها، الفاتحة كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ولهذا يشرع في ختامها أن يقول الإمام والمصلون والإمام والمأمومون والمنفرد أن يقولوا آمين، أي اللهم استجب. استجب إيش؟ استجب هذا الدعاء الذي هو الفاتحة، فهي سورة عظيمة. فحضور القلب في الصلاة هو روحها، وصلاة بلا خشوع كجسم بلا روح، كجسم بلا روح. الخشوع هو روح الصلاة، ولا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، يعني ما حضر قلبه فيه منها، يكتب له كاملة، تكتب له نصفها ربعها عشرها أقل من ذلك، وقد لا يكتب له شيء، يخرج من الصلاة بلا شيء، لأنه منشغل عن صلاته، منشغل عن صلاته من أولها إلى آخرها، لم يحضر قلبه فيها، فهذا لا يكتب له أجر. وإن كانت صلاته مجزئة ولا يؤمر بالإعادة لكن ليس له فيها أجر، فعلينا أن نتنبه لذلك. ولهذا قال وقوموا لله، لله يعني لا لغيره، لا رياء ولا سمعة ولا طمعا في الدنيا، وإنما تقوم لله، قوموا لله قانتين يعني خاشعين. ويفسر القنوت أيضا بترك الكلام في الصلاة، الصلاة لا يصح أن يتكلم الإنسان فيها، فإذا تكلم فيها متعمدا بطلت صلاته. كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل من بجانبه، لأن هذا كان مباحا في أول الإسلام. ثم لما نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين تركوا الكلام، لأن من معنى القنوت ترك الكلام. قال فأمرنا بالسكوت، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، الإنسان له حالتان، حالة أمن، حالة أمن وحالة خوف، والخوف حالتان، خوف غير شديد وخوف شديد. ففي حالة الأمن المسلم يؤدي الصلاة كما أمره الله جل وعلا، ويطمئن فيها ويكملها، يجتهد فيها، ولهذا قال في آخر الآية فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وقال جل وعلا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ففي حالة الأمان يصلي الإنسان صلاة كاملة بجميع أحكامها وشرائعها حتى تكون صلاة مقبولة عند الله مستوفية للأجر من الله سبحانه وتعالى. أما في حالة الخوف فالخوف قسمان، خوف غير شديد، وهنا
يصلون كما أمر الله في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذا في حال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فيصلي بهم الإمام جماعة، إذا كان الخوف غير شديد صلي بهم جماعة ويقسمهم قسمين، قسم يصلي معه وقسم يحرس العدو وينظر إلى العدو، فإذا ركعوا معه ركعة ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم وسلموا ثم ذهبوا للحراسة، وجاءت الطائفة الذين لم يصلوا فيدخلون معه في الركعة الباقية يصلونها معه، ثم إذا جلس صلى الله عليه وسلم يستمر جالسا ويقومون ويتمون لأنفسهم، فإذا أتموا لأنفسهم الركعة الثانية سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، هذه صفة من صفات صلاة الخوف. وصلاة الخوف كما قال الإمام أحمد رحمه الله وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع صفات كلها جائزة، يعني بحسب الأحوال، حسب أحوال المسلمين ومع العدو فيصلون على حسب الأحوال. هذا إذا كان الخوف غير شديد يصلون جماعة. أما إذا كان الخوف شديدا، يعني إذا كان الخوف غير شديد يصلون جماعة ويستقبلون القبلة. أما إذا كان الخوف شديدا حالة القتال والمسايفة والضرب بالسلاح وإطلاق النار، التحم الفريقان وحضرت الصلاة، ما يتركون الصلاة يصلون، لكن لا يصلونها جماعة، كل يصلي على حسب حاله. وإذا كانوا ركبانا هاربين من العدو يصلون حالة الهرب ولا يتركون الصلاة، يصلون وهم هاربون، سواء كانوا ركبانا على المركوبات من الدواب وغيرها أو من المدرعات أو السيارات القتالية يصلون، اللي يمشي يصلي وهو يمشي، واللي يركض يصلي وهو يركض، واللي راكب يصلي وهو راكب، سواء كان مستقبلا للقبلة أو غير مستقبل للقبلة. هذا شدة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فدل هذا على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وأن صلاة الجماعة لا تسقط في حالة الخوف إلا إذا كان الخوف شديدا، إنهم يصلون فرادى على حسب أحوالهم. أما إذا كان الخوف غير شديد يصلون جماعة، دل على وجوب صلاة الجماعة حتى في حالة الخوف، فكيف في حالة الأمن والاستقرار؟ الصلاة لا تسقط بحال، لا تسقط عن المقاتل في سبيل الله في حالة القتال، لا تسقط عن المريض يصلي على حسب حاله، لا تسقط عن المسافر يصلي ويقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين. الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، ولكن المسلم يصليها على حسب استطاعته، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإن خفتم أي اشتد، يعني خفتم يعني اشتد بكم الخوف، فإن خفتم فرجالا يعني ماشين، الرجال جمع راجل وهو الذي يمشي، جمع راجل وهو الذي يمشي، وليس هو جمع رجل، لا جمع راجل وهو الذي يمشي. فرجالا أي صلوا وأنتم ماشين أو تركضون على أقدامكم تسرعون، أو ركبانا على معداتكم التي تنقلكم وأسلحتكم التي معكم، سواء كنتم إلى الجهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة. هذا إذا اشتد الخوف، فدل على أن الصلاة يا عباد الله لا تسقط بحال من الأحوال،
فكيف بالذي يتركها ويتهاون بها وهو سليم وهو معافى وهو مقيم؟ ليس له عذر أبدا إلا الكسل وعدم الخوف من الله عز وجل. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم، يعني زال الخوف، إذا زال الخوف وكنتم آمنين، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فأدوا الصلاة كما أمركم الله سبحانه وتعالى في أوقاتها مع جماعة المسلمين في خشوعها وأركانها وواجباتها وشروطها، صلوا صلاة كاملة تامة، لأنه ليس لكم عذر يخفف عنكم الصلاة، فتؤدونها كما أمركم الله سبحانه وتعالى. فاذكروا الله، أي صلوا، لأن الصلاة ذكر لله عز وجل، ذكر لله عز وجل. وكذلك اذكروا الله بالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن. فالذكر قد يكون فعليا وقد يكون قوليا وقد يكون اعتقاديا في القلب. ذكر الله جل وعلا على كل حال، ذكر الله باللسان، ذكر الله بالقلب، ذكر الله بالأفعال والجوارح، ذكر الله عام لجميع الطاعات، الطاعات كلها ذكر لله عز وجل. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذا فيه أنه يجب العمل بالعلم، وأن من تعلم علما وجب عليه أن يعمل به، وإلا فإن علمه يكون حجة عليه يوم القيامة أمام الله، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم، فالمسؤولية على من يعلم أشد من المسؤولية على الجاهل الذي لا يعلم. وفي الآية دليل على أن من عمل بعلمه زاده الله علما، كما قالوا من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وقال تعالى في الآية الأخرى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فمن اتقى الله علمه الله، ومن أطاع الله زاده الله علما، أما من ترك العمل فإن علمه لا فائدة فيه ولا منفعة له، وإنما هو حمل عليه يسأل عنه يوم القيامة لماذا لم يعمل بعلمه. ومن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه، من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. فهذا فيه الحث على طلب العلم، وفيه الحث على العمل بالعلم، وفيه أن الإنسان لا يؤدي العبادة على جهل، وإنما يؤديها على علم ومعرفة بأحكامها، خصوصا الصلوات الخمس، يتعلم المسلم أحكامها وهي ميسرة ولله الحمد، لكن يحتاج إلى الاهتمام، فمن اهتم بها وفقه الله وعلمه، وأما من لم يبالي ولم يهتم ولم يلتفت فهذا يحرم من العلم، وقد يعبد الله على جهل وقد لا يعبد الله على شيء بسبب إعراضه، نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح ومعرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل واجتنابه، إنه سميع عليم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم كف عنا بأسهم وظلمهم وطغيانهم وبغيهم، واجعله في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك
واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح جلساءهم ومستشاريهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: متى وقت صلاة الظهر، وما حكم من يؤخرها باستمرار حتى في غير الحر؟ وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس يعني زوال الشمس من على الرؤوس إلى جهة الغرب، هذا أول وقت الظهر، ويستمر إلى دخول وقت العصر، كل وقت للظهر. ولكن على المسلم أن يبادر بالصلاة في أول وقتها، خصوصا مع الجماعة، فلا يتخلف عن الجماعة، يصلي مع الجماعة ولا يقول الوقت واسع، لا، يصلي مع الجماعة. وإن كان ما عنده جماعة يصلي في أول الوقت، لأن أفضل العمل كما سبق وأحب الأعمال إلى الله الصلاة في لأول وقتها، الصلاة لأول وقتها. نعم. يقول: هل تقرأ سورة الكافرون والإخلاص في كل ركعتين خلف المقام فقط، أم في ركعتي الطواف فقط؟ في ركعتي الطواف، سواء صليتها عند المقام أو صليتها في أي مكان من الحرم، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، سورتي الإخلاص. السورة الأولى فيها توحيد الربوبية، والسورة الثانية فيها توحيد، السورة الأولى قل يا أيها الكافرون فيها توحيد الألوهية، توحيد العبادة، والسورة الثانية سورة قل هو الله أحد فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم. يقول: شخص يريد مني مبلغا من المال، والآن هذا الشخص غير موجود، هل أتصدق بالمبلغ؟ إذا كان مفقودا ولا تدري وينه، وبحثت عنه واجتهدت في طلبه ولم تجده، تصدق به على نية أن أجره لصاحبه. أما إذا كان مجرد غايب انتظر حتى يأتي، أو يأتي عن خبر، لا تستعجل، لأن هذه أمانة وهذا مال لغيرك، فاحفظه. إلا إذا أيست، إذا استيأست من الحصول على صاحبه فتصدق به. نعم. هل قيام الليل يكون بالصلاة فقط، أم يكون بقراءة القرآن والذكر أيضا؟ يكون بالصلاة، صلاة الليل. قيام الليل معناه صلاة الليل، أما الذكر فلا يسمى صلاة الليل، لكن الذكر تابع لصلاة الليل، فإذا فرغت من الصلاة تذكر الله بالاستغفار: إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالاستغفار والذكر وتلاوة القرآن بعد قيام الليل، خصوصا وقت السحر. نعم. أنا شخص مبتلى بمرض نفسي، مع أنني محافظ على الصلوات والأذكار، فهل يكون هذا المرض عقابا لي على ما سلف من الذنوب، أم هو مكفر لذنوبي؟ هذا المرض النفسي على قسمين: إما أن يكون مرضا عصبيا نتيجة لتوتر الأعصاب، هذا يراجع فيه الأطباء النفسانيين، يعالجونه بإذن الله. القسم الثاني المرض اللي هو الوسواس، مرض النفسي الذي هو الوسواس، وهذا من الشيطان، ليس عصبيا وإنما هو من الشيطان. فعليك بكثرة الورد والدعاء
وتلاوة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان ويذهب عنك بإذن الله. نعم. يقول: من صلى الفجر في جماعة وكان يريد أن يجلس حتى طلوع الشمس لينال أجر حجة وعمرة تامة، ولكن إذا صادفته صلاة الجنازة هل يقوم من مجلسه ليصلي على الجنازة ويكون بذلك قد نال الأجر أيضا؟ إيه نعم، يقوم ويصلي مع الناس على الجنازة ويرجع إلى مكانه ويجلس فيه، يرجع إلى مكانه ويجلس فيه. نعم. يقول: هل من نصيحة للإخوة الذين يدخلون في الدعوات الحزبية؟ يا أخوان، ما عندنا حزبيات ولا عندنا اختلاف، الواجب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون جماعة واحدة على الكتاب والسنة، هذا هو المطلوب، ولا نجاة للأمة إلا بهذا، بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللي يريد النجاة يكون على هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أن تقرأ في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الذي تسأل الله أن يهديك له، أن يعرفك به وأن يثبتك عليه. نعم. ما حكم من يربي الناشئة على الأناشيد الإسلامية ويحثهم على الاستماع إليها ويقول بأنها أحسن من الأغاني، وما حكم هذه الأناشيد والقول الفصل فيها؟ الأناشيد من الأغاني، ليست، ما يقال إنها أحسن من الأغاني، بل هي من الأغاني، لأنها ترانيم وتنغيم وصوت جماعي وطرب. وما تعبدنا بالأناشيد؟ تعبدنا بذكر الله عز وجل بتلاوة القرآن، ما تعبدنا بالأناشيد، هذا عند الصوفية، الصوفية هم اللي تقربون إلى الله بالأناشيد، أما أهل السنة تقربون إلى الله بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل والتكبير وطلب العلم. نعم. ما حكم الرجل المتزوج الذي يبحث عن المواقع الإباحية في الإنترنت؟ هذا معرض نفسه والعياذ بالله للفتنة، الذي تتبع العروض الفاسدة الساقطة في الإنترنت أو في الفضائيات، هذا يعرض نفسه للفتنة، وقد يبتلى وينسلخ من أخلاقه ومن دينه، فعلى المسلم أنه يتجنب هذه الأشياء ويبتعد عنها، لأنها دعوة إلى الفتنة وإلى الشر، أو مجرد أنك تناظرها وتمضي وقتك فيها، بل هي تؤثر في قلبك وفي أخلاقك وفي دينك. نعم. قرأت القرآن وأنا على غير وضوء ثم تذكرت فتوضأت وأكملت، فهل علي شيء؟ قراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشترط لها الوضوء، يقرأ الإنسان ولو لم يكن متوضئا، أما من المصحف فلا بد من الوضوء، لكن ما مضى وأنت تجهل فليس عليك شيء، لكن بالمستقبل إذا أردت أن تقرأ من المصحف وتمسك المصحف لا بد أن تكون متوضئا، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. ما حكم من يقول أن سبب تخلف المسلمين أن المرأة لا هذا بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر اللي عليه جنابة ما يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن ولا حرفا واحدا لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، وإنما التقسيم في الحدث الأصغر. نعم. يقول: ما حكم من يقول أن سبب تخلف المسلمين هو أن المرأة لا تشارك الرجل في الأعمال؟ تخلف المسلمين سببه مشاركة المرأة للرجل في الأعمال، هذا هو اللي خلف المسلمين، أما لو أن المسلمين تمسكوا بالإسلام وجعلوا المرأة تعمل الأعمال اللائقة بها في بيتها وفي محيطها ومع النساء، والرجل يعمل الأعمال الخاصة بالرجال، كل من الجنسين يعمل بما يليق به،
لتقدم المسلمون كما كان هذا في السلف الصالح وفي سالف الأمة أمة الإسلام. ما تخلفت أمة الإسلام إلا لما طغت المرأة وخرجت عن طورها واستجابوا لدعوة الكفار في أن تتمرد النساء على الأحكام الشرعية. نعم. طفل طلب من أهله وهو عند الميقات أن يلبسوه لباس الإحرام وفعلا ألبسوه، فلما أتوا إلى مكة لم يؤدي العمرة بل خلعوا ملابس الإحرام وألبسوه الملابس العادية، فماذا يجب على أهله في هذه الحالة؟ إن كان هذا الطفل مميزا، إن كان مميزا ونوى الإحرام فيلزمه أن يأتي بالعمرة لأنه مميز ونوى الإحرام وأحرم تجرد من المخيط، يلزمه وليه يلزمه بأداء العمرة بطواف وسعي وتقصير أو حلق. أما إن كان الطفل دون التمييز، الذي دون التمييز ليس له نية لكن وليه هو اللي ينوي عنه، إن كان وليه نوى عنه العمرة فيجب عليه أن يكمل به العمرة. أما إذا كان وليه ما نوى له عمرة وإنما ألبسه الملابس بدون نية أنه يعتمر ليس عليه شيء. نعم. يقول رجل مبتلى بعشق الصور حاول اجتنابها دون فائدة، فبماذا تنصحونه؟ أبدا اجتنابها ولله الحمد ميسور، اجتناب الصور ميسور، لا ينظر إليها ولا يجعلها في بيته ولا يجعلها حوله ويسلم منها بإذن الله، لكن يحتاج إلى عزيمة وإلى نية صادقة واستعانة بالله عز وجل. نعم. امرأة أدت العمرة طافت وسعت وقبل التقصير استعملت البخور، فما الحكم؟ إذا كانت ناسية أو جاهلة ليس عليها شيء، أما إن كانت متعمدة لشم البخور يكون عليها فدية وهي مخيرة، إن شاءت صامت 3 أيام وإن شاءت أطعمت 6 مساكين من مساكين الحرم وإن شاءت ذبحت شاة في مكة ووزعتها على مساكين الحرم. نعم. يقول أولاد يسهرون بالليل وينامون بالنهار وأنا أعطيهم النقود وأعرف جيدا أنهم يشترون بها الدخان، فهل أأثم على ذلك؟ بئست التربية هذه، أنت المسؤول عنهم، مسؤول عنهم أبوهم أنه يربيهم على الدين وعلى الطاعة وعلى أداء الصلاة وعلى ترك المحرمات. أما إذا تركتهم ينامون ولا يصلون وعطيتهم الفلوس يشرون بها الدخان هذه تربية سيئة وأنت المسؤول عنها أمام الله لأنك ضيعت رعيتك التي استرعاك الله عليها. نعم. يقول هل يوجد حديث صحيح صريح يوجب تغطية المرأة للوجه والكفين؟ ما كان عند المسلمين شك في هذا إلا لما جاءت التيارات الحديثة والأفكار الحديثة وظهر الجهل في الناس صاروا يتحدثون بهذا الأمر، وإلا كانت نساء المسلمين تحتجب. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الجلال أو العباءة التي تجعلها المرأة فوق ملابسها، الجلال الكبير اللي يسمى بالملاءة، أمرها الله أن تغطي به وجهها عن الرجال كما تغطي به جسمها، وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب هو الساتر الذي يستر المرأة من جدار أو ثوب أو غير ذلك مما يواري جسم المرأة عن الرجل. نعم. وكانت عائشة رضي الله عنها تخبر بأنهن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بهن الرجال سدلت إحداهن خمارها على وجهها فإذا جاوزوا كشفناه. هذه أدلة صريحة واضحة، لكن الهوى يعمي ويصم كما في الحديث أو كما في الأثر. نعم. يقول رجل تزوج بامرأة زواجا عرفيا ثم علموا أي أهلها علموا بذلك وهددوه وطلقها طلقة واحدة وقد أنجبت منه ولدا، ما حكم هذا الزواج وهل لها رجعة؟
اللي يراجع فيه المحكمة الشرعية تنظر في الموضوع وتشوف الذي جرى واللي حصل, والقاضي يعطيه الحكم الشرعي إن شاء الله. نعم. ما حكم من نام نوما خفيفا أثناء خطبة الجمعة, هل بطلت طهارته؟ لا, النوم من الجالس, النوم اليسير من الجالس لا يضر الطهارة, هذا نعاس, النعاس لا يبطل الوضوء. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم, يعني ينعسون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون. النعاس الخفيف من الجالس لا يضر. نعم. ما حكم من مس يد امرأة عن طريق الخطأ وهو يطوف حول الكعبة, هل يبطل وضوءه؟ المس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان معه شهوة, والذي مسها خطأ هذا معذور, لم يمسها عن شهوة وإنما مسها اضطرارا وخطأ, لا, فوضوءه صحيح وباقي. نعم. يقول, هل صحيح أن البهيمة التي يفتعل فيها الفاحشة تقتل, وما الحكم إذا كانت ليست في ملكنا؟ نعم, ورد أن البهيمة, من أتى بهيمة فاقتلوه.